France is always special for the whole country and in the whole of the world, because children like this problems, they need also the social contact. And today was a very, very nice party. I can say party because the child, they celebrate a lot today. Yeah, they can touch, they are here, they can speak with the players, and this was very nice to see how happy the parents and also the child. And thank you, Russia. It's a good idea, it's a good relationship now, and we are happy. I think it's a good day today, and we are all happy. بسم الله الرحمن الرحيم. فريق نادي الرجاء الرياضي كيبغي يبعث رسائل لانه كيشتغل كاين الجانب الرياضي كاين الجانب المجتمعي. هذه بادره من المبادر. كاين واحد البرنامج سطرناه اللي غادي يكونوا فيه من بعد لقاءات بحال هذو مع ذوي الاحتياجات الخاصه. هذا اليوم هذا بدينا مع اطفال التوحد مع جمعيه شمس في إطار الانفتاح أو انخراط فريق الرجاء الرياضي على المجتمع المدني لإعطاء صورة جميلة وفيها معاني ديال الحب والمحبة والتشارك مع الآباء ديال الأطفال التوحد ومع جميع الفئات. كنتمنى من الله ان احنا نتوفقوا في هذا البرنامج هذا اللي عنده ابعاد مجتمعيه اللي نادي الرجاء الرياضي ان شاء الله غادي يقول الكلمه ديالو. كذلك الجانب الرياضي التاريخ يشهد بذلك والجانب المجتمعي انفتاح المجتمع المجتمعي ان شاء الله. كاين واحد البرنامج مسطر بالتدقيق اللي غادي يكون ان شاء الله عنده اثار على الوليدات، اثار طيبه وايجابيه على الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصه واليوم خصوصا مع اطفال التوحد. هذه ما هي الا بدايه ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. شنو حضور انيس الزنيتي وكوتش زيمباو؟ يعني واش اللاعبين رحبوا بهذه الفكره انهم يجيو يحضروا في هذا؟ طبيعه الحال الحضور ديال المدرب الفريق الاول وديال عميد الفريق سي انس زنيتي هذه اشاره قويه لان الفريق الاول بقياده انس زنيتي من الناس اللي ناقشنا معاهم هذه المسائل هذه ديال الانفتاح على المجتمع المدني ورحبوا بها بقوه وكذلك المدرب الحضور ديالو اشاره قويه على انه جميع مكونات ديال فريق الرجاء الرياضي مستعده ومنخرطه في هذا المشروع هذا ديال